سلام. هاد الفيديو درتو باش نشوفو بزاف ديال المشاكل اللي عند المغرب دابا وكيفاش حتى وصل هاد المشاكل، بحال المشكل ديال الصحراء الجنوبيه او الصحراء الشرقيه، المشكل ديال السبته ومليليا، وحتى التطبيع اللي كيبقى يهضر عليه بنادم بزاف من بعد ما دار المغرب تطبيع مع اسرائيل. بطبيعه الحال استنف العلاقات ديالو معاها، ناطو بزاف ديال الدول ومنهم هادو اللي حدانا في الشرق، وبداو كيروجوا بزاف ديال المغالطات، هاد المغالطات اللي كتضر الصورة ديال بلادنا بطبيعة الحال. ولكن نساو المغاربة اليهود اللي كيعيشوا في إسرائيل واللي الأصول ديالهم مغربية 100%، وكيشكلوا واحد النسبة محترمة من الساكنة ديال إسرائيل. اليهود دخلوا للمغرب قبل من المسيحية تقريبا 2000 سنة قبل الميلاد، ومن بعدها توغلوا في جميع المناطق المغربية واستقروا خصوصا في المنطقة ديال سوس. ومن بعد الدخول ديال الإسلام لعبوا هاد اليهود دور مهم في الحياة السياسية والاقتصادية، حيت كانوا كيشرفوا على مجموعة ديال المناجم والصناعات، وكانوا السلاطين المغاربة كيتاخذوهم كمستشارين. ومن بعد ما فتح المغرب الأندلس هاجروا اليهود مع المسلمين للجزيرة الإيبيرية، ومن هنا كنقدروا نستنتجوا أنهم كانت عندهم نفس الحقوق والواجبات في المغرب، وكيبين على أن العلاقة ديال المغرب مع اليهود ماشي يلاه جديدة ولكن راه قديمة بزاف. سدينا دابا هاد الباب ديال إسرائيل، راه نشوفوا المشكل ديال سبتة ومليليا. سبتة كتعرف واحد الوضع خاص في التاريخ ديال المغرب، كانت هي المنطقة ديال عبور طريق بن زياد فاش فتح الأندلس ودخلت في الحكم ديال المرابطين والموحدين. ولكن من بعد انهيار ديال الدولة الموحدية تمكنت البرتغال من السيطرة على المدينة من بعد عدة محاولات في سنة 1415، وبقات تحت الحكم البرتغالي حتى لسنة 1580، حيث في هذا الوقت اسبانيا ضمات البرتغال وتجمعوا في مملكة واحدة، وهذا الشيء علاش سبتة انتقلت للحكم الإسباني اللي استمر فيها تقريبا حتى لسنة 1640 فاش البرتغال استقلت على التاج الإسباني. أما بالنسبة لمليليا فاحتلتها إسبانيا في سنة 1497 من بعد 5 سنين ديال الصراع مع السلاطين المغاربة، ومن هذا الوقت وهاد جوج مدينات تحت الاحتلال الإسباني، ولكن ما عمر المغرب منساهم وديما كيطالب بها، والوقت ديالهم جاي غير هو ماشي دابا، حيت كاينين مشاكل أخرى اللي خاص المغرب يتهنى منها. وأهم مشكل كاين دابا هو الصحراء المغربية، وهاد المشكل بدا في عام 1883 ملي اسبانيا بدات كتحاول توغل في الصحراء وسيطرات عليها في عام 1934. سيطروا عليها من بعد سنوات، وهذا الشيء راجع بالضبط للمقاومه ديال القبائل الصحراويه اللي لقاوها في هاد المناطق وكانت مدعومه بالسلطه المركزيه ديال السلاطين. هاد الاحتلال جا في اطار السباق ديال الدول الاوروبيه باش يقسموا افريقيا بيناتهم، والمغرب حتى هو بطبيعه الحال اللي كانت المساحه ديالو كبر بزاف من دابا. يكفي انكم تضربوا طلع على الخريطه سنه 1830 ديال المغرب باش تعرفوا شحال من دوله كان كيسحب لها عندها تاريخ، ولكن كانت هي غير منطقه من مناطق ديال المغرب. في الوقت اللي شدات اسبانيا الصحراء فرنسا موقفاتش كتفرج، وناضت حتى هي كتجر لجهتها اراضي ديال المغرب وكتدخلهم للدوله الثانيه ديالهم ديك الساعه واللي هي الجزائر. اصلا هاد الدوله قبل ما تولي ديال فرنسا كانت ديال العثمانيين. الصداع مع فرنسا والمواجهات بيناتهم بدات في 1844 ملي المغرب قرر دعم الجيش الجزائري بقيادة الأمير عبد القادر. هذا الدعم سال للأسف بهزيمة ديال المغرب اللي خلى السلطان يضطر يوقع على معاهدة لالا مغنية سنة 1845، ومن بعدها جات حرب أخرى مع إسبانيا عام 1859 وسالت في 1860 اللي هي حرب تيطوان. ومن بعدها ديجيو مجموعة ديال المؤتمرات والمعاهدات اللي تفرضوا على المغرب حتى وصلنا لعام 1907 اللي عرف التوغل ديال فرنسا في وجدة والدار البيضاء، وهذا الشيء سال بمعاهدة الحماية في 30 مارس 1912. من وراء هذه المعاهدة المغرب غادي يتقسم ما بين فرنسا وإسبانيا. فرنسا شدات المنطقة الوسطى والشرقية، أما إسبانيا شدات المنطقة الشمالية والجنوبية. طنجة الوحيدة اللي كانت حالة خاصة حيت كان عندها طابع دولي وكانت مسيطرة عليها مجموعة من الدول منهم فرنسا، اسبانيا، بلجيكا، هولندا، المانيا وانجلترا، بلا ما نساو انها كانت منطقه منزوعة السلاح. هذا الاحتلال ما كانش سهل بالنسبه للمستعمر حيت عرف مقاومه كبيره من الشعب المغربي، واللي خلى هذا الشيء يسالي بالاستقلال سنه 1956. ملي جا الاستقلال بقاو جوج مشاكل اخرين، الصحراء المغربيه الجنوبيه اللي بقات مسيطره عليها اسبانيا، والصحراء المغربيه الشرقيه اللي العاصمة ديالها تندوف بقات في جهة الجزائر الفرنسية، وفضل المغرب ما يهضرش عليها
حتى تشد الجزائر الاستقلال ديالها. ولكن للأسف من وراء الاستقلال ديال الجزائر تذكرات الوعود ديالها اللي كانت عطاتهم للسلطات المغربية في مؤتمر طنجة سنة 1958، وقالت بلي الصحراء المغربية الشرقية منطقة جزائرية وخاصنا نحافظوا على الحدود الموروثة من عند الاستعمار، مع العلم أن هذه المنطقة كانت ديما مغربية وحتى الناس ديالها كانوا كيقدموا البيع للسلاطين المغاربة. من بعد هاد الأحداث كاملين المغرب رجعات باش تطالب إسبانيا بسبتهم ليليا، ولكن إسبانيا رفضات وحطات واحد الشرط باش تسوي هاد المشكل، وهو التسوية ديال المشكل اللي عندها في جبل طارق اللي محتل من طرف بريطانيا. هادشي خلى المغرب يشوف المناطق الصحراوية الجنوبية اللي بقى محتلة من طرف إسبانيا واللي كانت كتعيش مقاومة شعبية مدعمة من السلطة المركزية. وفي سنة 1975 المغرب غادي ينظم المسيرة الخضراء باش يحرر هاد المنطقة من بعد ما اعترفت المحكمة الدولية بلاهاي بوجود روابط ديال البيعة ما بين القبائل الصحراوية والسلاطين المغاربة. النتيجة هي التحرير ديال الصحراء المغربية الجنوبية، وهنا فين غادي تأسس جبهة بوليساريو اللي كانت كجبهة تحررية في البداية قبل ما تحول الحركة انفصالية. هاد الحركة التحررية انطلقت من الداخل ديال المغرب، ولكن من بعد غادي تسيطر عليها الجزائر اللي كانت باغا تحقق أهداف من خلال هاد الحركة، بحال التوسع في المنطقة باش تطلع للمحيط الأطلسي، إضعاف المغرب، وفي نفس الوقت يلهيو المغرب باش ما يطالبش بالصحراء الشرقية. من هنا غادي يبدأ الصداع مع جبهة بوليزاريو، ونضت عدة مناوشات بينهم وبين المغرب حتى العام 1991 فاش غادي يتفقوا بجوج على وقف إطلاق النار تحت إشراف الأمم المتحدة على ما يلقاو شي حل. الحل الأول اللي كان مطروح هو تقرير المصير عن طريق إجراء واحد الاستفتاء، ولكن المغرب رفض من بعد هذا المقترح حيت غير عملي ويستحيل تطبيق دياله، والسبب هو أن تقرير المصير كيكون للشعوب اللي محدودين بزمان ومكان، أما في الصحراء القبائل عندها امتدادات في موريتانيا وعندهم امتدادات في مالي وحتى في الجزائر، وصعيب تحصر اللوائح ديال الساكنة اللي ممكن يصوتوا. والجزائر في ذاك الوقت كانت كتدعم اللوائح بصحراويين اللي من جهتها ومن جهة موريتانيا ومالي اللي ما يمكنش تفصل ما بيناتهم. داكشي علاش المغرب رفض هذا المقترح واقترح الحل ديال الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية بطبيعة الحال، ولكن الجزائر وبوليزاريو رفضوا هذا المقترح وبقاو كيداروا لقاءات سنوية باش يحاولوا يلقاو شي حل، حتى لسنة 2020 اللي غادي تعرف واحد التحول كبير بسبب الإعلان اللي دارت الولايات المتحدة الأمريكية واعترفات بمغربية الصحراء. داكشي علاش دابا كنشوفوا الإعلام ديال هاد الدولة اللي حدانا كيربطوا هاد الاعتراف باسترجاع العلاقات مع إسرائيل وداك الفيلم ديال الصهاينة وفلسطين. هنا غادي نسالي هاد الفيديو اللي جمعت فيه بزاف ديال المشاكل والأحداث اللي واقعة دابا وكيفاش جات من الأول. تلقاو فيديو جديد.